أهلا وسهلا، كيف بقدر ساعدك؟ شكرا، بدي أشوف السيد أكاي. ماشي. اسمع، فيك تقله يبعث لي الإيميل؟ تفضل. جاهو. طيب ماشي، منحكي. تفضل. بالأول حابب أعرفك، ست شيارو الرائعة المشهورة كتير بنجاحاتها. تشرفنا. وأنا بالأكثر. اسمع، المهندس اللي بيشتغل بشركتها سافر وعنده مشروع كبير، سيرفر المول ما عم بيشتغل، ولهيك هي اجت لعندي وأنا جيت لعندك كرمال تساعدها. ماشي؟ إمتى بقدر شوف السيرفر؟ هلأ فورا إذا بتقدر. إيه بقدر. ممكن تحط حزام الأمام؟ آسف نسيت الحزام، آسف. كأنه السيارة صغيرة شوي. معك حق، ما قدرت بدلها بسيارة أكبر بصراحة، بس بالمستقبل أكيد رح بدلها. بس حلوة، ما في أي مشكلة. كأنك متوتر شوي. متوتر؟ لا أبدا. لا تخاف أبدا، سواقتي منيحة وراكزة. ذكرني شو كان اسمك لو سمحت. أنا اسمي جياهو. جياهو. جيا من جيان وهو من شيهو. ما في داعي تشرح لي، لا تلبك حالك. طيب ماشي، مشان تتذكريني. ست شيارو، أنت من وين؟ يعني رو من روجو ما؟ صح، رو من روجو. بس ما بعرف شو معناها مشان ما تسأل. أهلين، فوتي تفضلي. شو المطلوب؟ هو بصراحة سمعت إنه في رحلة عمل على شنغهاي، مزبوط؟ صح، وفي كتير عالم بدهم يروحوا على شنغهاي. قليلي، حابة إنك تروحي؟ بظن إني مرشحة مناسبة للرحلة. ما فيني أكد لك، بس أنا برأيي قبل ما تفكري بالسفر تكملي التخطيط لمنتجات التجميل. بتمنى تكوني واثقة أني رح خلص شغلي على الموعد. شكراً. يلا عن إذنك. جينغني تعالي، أنا بعرف أنت ليش بدك تروحي على شنغهاي، بعرف أنه زوجك هونيك، بتفهم هالشي، وأنا كمان زوجي بعيد عني، وبعرف شو اللي شاغل بالك، وهالشي متعب كتير، بس هذا هو تمن الحياة الكريمة، فلازم تتحملي هالبعد وتتعودي على مقاومة الشوق، وهذا الشي ما بينطبق عليكي بس، بينطبق عليه. فهمتي علي ما هيك؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه يا مدام وانغ؟ كيف يعني ما اشتاق؟ الحياة مو حلوة بلا هالشي؟ الحب والأشواق هنن أحلى شي بهالحياة. رسالة مهمة، بشرفنا نعين الزميلة نيوبي مديرة قسم بفرع الأحذية رقم 35 لمحل نيلين شينغ الرئيسي ببكين. زميلة نيوبي، أنت لازم تشتغلي منيح وتحافظي على مستواكي، وطبعاً أنتوا لازم تدعموها. ألف مبروك. شكراً نيوبي، شاركينا مشارك. أنا بالأول حابة أشكرك كتير على قيادتك إلنا وثقتك الكبيرة فيني، وبتعرف هي أول مرة أنا بصير فيها مسؤولة. أنا ماني شاطرة كتير بالحكي. يلا احكي. بكل الأحوال أنا بوعدك هلأ كون قائدة للفريق وزيد الشغل والربح منشان تزيد النسبة ويزيد ربحي. نيوبي نيوبي راح تزيد لنا النسبة. برافو برافو. استاذتنا، عملت لك الشاي. مديرتنا. مديرتنا، إذا بتحبي بكون أنا إيدك اليمين. شو قصدك؟ أنا مو قصدي شي أبداً، عم أسأل إذا بدك ساعدك بشي أو إذا بدك أعمل شي بدالك. لا ما بدي شي، أنا بعمل شغلي وأنت عمل شغلك وبس، وما تتدخل باللي ما بيعنيك، امشي. خلاص مثل ما بدك، ما عاد اتدخل، اشربي الشاي.
جنقني؟ في شي بدي اقول لك يا صرت المديرة ولازم نحتفل المساء. الو حول، شو صاير بالطابق 18؟ عمل لك نظرة يا سيدي. سيدي شو اللي صاير بالطابق 18؟ احكي بهدوء. السيد هو بتعرفه ما هيك؟ أخذ كل المصاري وهرب، وفي عالم كتير متدين منه المصاري واتصلوا بالشرطة وجايين. يلا يا شباب تعالوا لهون، تعالوا لهون، الشرطة جاية. يلا بسرعة تعالوا معي. يلا جايين وراك بسرعة. ليكي بنتي، هاد المطعم فتح من جديد وديكوره كتير حلو. برافو يا نيوبي، انت ترقيتي. شي طبيعي، انا هلا صرت مديرة فرع وعن قريب بظن رح اترقى اكتر، وبهالمناسبة الحلوة رح اطلب لك اكل غربي. اهلين، شو بتحبوا تطلبوا؟ قولي لي شو في عندكم شي مميز اليوم؟ انت شو بتفضلي؟ انا بفضل رز مع لحمة. بعتذر منك بس ما عنا هاي الوجبة. شلون هيك؟ المفروض يكون في منا عندكم. نحن مطعم غربي. ايه لك بعرف، بس لازم يكون في منا عندكم. نحن ما منقدم هالوجبات ماما، خلص بقى. طيب أعطيني القائمة تبع الأكل. هاي قائمة المشروب وهي قائمة الأكل، اختاروا. رح أخذ هاي. امسكي لشوف شو في عندكم أكل. أها، نحن من نادي لك بس نقرر، فيك تروحي. قال ما في رز، تخيلي. شو هاد؟ جنقني؟ هذا المطعم كتير غالي. قولي لكن ما أغلاها الشوربة والصحن لشخص. شو بتعرفي؟ يلي هنيك، روحي وسلمي عليه. ما بدي. لكن ليش عم تطلعوا على بعض انت وياه كل الوقت؟ قولي لي لشو؟ نيوبي شو هالحكي اللي عم تحكي انت؟ ايه مفكرتيني ما بعرف وما بفهم بالنظرات، مو هيك بنتي؟ ايه لا انت غلطانه، انا نيوبي حبيبتي بفهم وبحس. ليكي بنتي الرجال مو سهلين. مفكرة كلهم مناح؟ متزوجة انتي، ما تنسي هذا الشي. شوفي المرأة لازم تكون قد حالها، بعدين انتي حبيتي جياهو ومن نظرة عشقتي وتزوجتي، وطالما تزوجتي فلازم تلتزمي وتحبي بصدق ووفا. حاجة تعملي حركات ونظرات مع الشباب. شو هالحكي؟ انتي تفكيرك رحلة بعيد كتير يعني وبي، ما في من هالشي هاد. جد؟ ما في من هالشي؟ تسترجي تقولي لي إنك ما بتعرفي؟ تسترجي؟ إذا ما بتعرفي رح أعتذر منك لمدة شهر. نيوبي سكري على السيرة بقى، عم أحكي هالحكي مشانك. خلص استحي وما عليكي، أنا مستحيل أغلط. شو جاييني أنا؟ جانغو شو بك؟ مرتك صارت مديرة فرع وانت جاية متضايق ومنزعج وكأنه مو عاجبك هالشي ابدا. جانغو جانغو شو صاير؟ انا بعرفك، قول شو يلي صاير. هرب. شو؟ مين هرب؟ اليوم السيد هاو راح وهرب بالمصاري. نعم؟ شو؟ نيوبي ماما؟ نيوبي ليكي اسمعيني شوي، في كتير ناس انخدعوا وهن من قرايبينه ورفقاته، والمئة ألف يلي أخدهم منا أقل مبلغ بين المبالغ. عن شو عم تحكي؟ شو مئة ألف ومين هذا الشخص؟ فهمني. واحد بالشغل كان جاهو بده ينتقل لبكين، خبرنا هاو بنفس الوقت قال بده يتدين 100 ألف، قمنا خجلنا منه وعطيناه المصاري، قلنا لحالنا بلكي بزبط لك شغل كمان. نيوبي بلا ما نحكي بالموضوع خلص. ايه انتي ترفعتي بشغلك وصرتي مديرة ونحن هلأ لازم نحتفل بهالشي. حبيبتي خلينا نتعشى. نحتفل بشو؟ ونتعشى كمان؟ فيك تتعشى بعد ما خسرت 100 ألف؟ قوموا
نيوبي. سلام. نيوبي حبيبتي، انت ليش تركتي المكان وطلعتي بهالطريقه هي؟ ليش نزعتي هيك مناسبه علينا؟ اه نزعتي كل شيء وبنتك عرفت القصه وهلا ما انا مرتاحه. انا انزعجت كثير، هذا الموضوع مو قليل. لك هدول 100,000 مفكره رقم صغير؟ انت مفكر انه انا كنت حابه احكي لو حملها همنا؟ بس ما قدرت. حبيبتي خلص اهدي شوي، نحن اتصلنا بالشرطه. شبنا يعني حيمسكوا لهالحرامي؟ بلكي ما طلع منهم شيء. ايه طبعا رح يمسكوه، انت مفكره الدنيا سايبه يعني؟ يمسكوه معك حق، بس ما رح يقدروا يرجعوا المصاري للناس. خلص يعني وبي خلص، لا تضلي متشائمه هيك لهالدرجه. ليش حتى ما اتشائم؟ ليش ما اتشائم؟ بعدين بحب اقول لك انت يلي خسرت 100,000 مو انا يا شيانغهو، هدول 100,000. بس شوف هذا السيد هاو معروف بكين، بيعرف كثير ناس وعنده رفقات بكل مكان ومو خايف من حدا. انت لشو ثقت فيه؟ كيف هيك صار رفيقك فجأة؟ انت بينضحك عليك بهالسهولة؟ اه هلا انت ليش حارس امني؟ مو منشان تحمي الناس من السرقة وما تخلي حدا يتعدى عليهم ويزعجهم؟ هو أحلى شيء إنك لابس حارس أمني وعندك ناس بتشتغل تحت إيدك وإلك قيمتك بين الناس، بس ما فيك تحتفظ ب100,000. أنت فعلاً ما بتستاهل هالمنصب بالشغل. بدي المصاري، بدي المصاري. هدول المصاري لعمي وعمتي، خديهم وعطيهم ياهم. خليهم إلك، ما بيصير هاد الشيء، انت مالك علاقه بالموضوع، مشان هيك ما تتدخل رجاءا. عمي وعمتي تدينوا المصاري مشان يلاقوا شغل لجياهو على فكره، يعني بالاخير هنن مشانك، فهمتي علي جينكني؟ بعرف قديش انت متوتره. خديهم، خبري عمي وعمتي انه هدول جبتيهم من الشغل اللي استثمرنا فيه مع بعض، وهدول حصتك انت. بدك يعني اخذ المصاري ويصير علي دين إلك؟ مشان ما أصير أتغالظ عليك وأعطيك نصايح، ما هيك؟ إيه هذا هو الهدف. اسمعي لقلك، إذا ما بدك ياهن يتدخلوا فيكي أعطيهن ياهن، خلص اسمعي مني. ليكي خلص لا تكوني عنيدة، خديهم بقى. خديهن مني، يلا. هدول مو لقلك، خلص اعتبريهن دين وفيني ياهن بس يتوفروا معك. هيك منيح. طيب ليش نحن ما عم نعرف انك عم تشتغلي مع ماد شيانغ؟ قولي لي لشوف، يا ترى هالمصاري تبع المستثمرين ما كانت علقانه بشي مكان؟ كيف جبتوها من سوق الاسهم؟ اه؟ بنتي قولي الحقيقة. حاجة تسألوني بقى، ماد شيانغ ديني ياهن؟ شوفي بنتي، هدول المصاري ما رح ناخدهم، رجعي له ياهن ماشي؟ بابا ماما انتو بصراحة طلبتوا مساعدة السيد هاو ليلاقي شغل لجياهو، هالشي زعجني. بنتي نحن عملنا واجبنا كأب وأم. حبيبتي عادي، مو مشكلة إذا نحن خسرنا 100,000 ماشي؟ لهيك بدي منك ترجع المصاري لماد شيانغ. ماد شيانغ سافر بشغل. عن جد سافر بشغل، صدقوني ما عم كذب.
بعدين اتفقت أنا وياه إنه فيني استخدم المصاري وإني بقدر رجع له ياهن وقت بكون مو بحاجتهن. خلص خدوا المصاري بقى، خدوهن. إيه وكمان بدي منكن ما تشغلوا بالكن علينا من اليوم ورايح. في كتير متزوجين عايشين بعاد عن بعض وحياتهم ماشية تمام. هالشي منيح لجياهو ومنيح إلي كمان. جد عم بحكي أنا، نحن مبسوطين بالروحة والجاية. جيانغو، تعرف بنتنا كبرت وصار عم تفكر بطريقة صح. جهودنا ما ضاعت. ما تشيانغ هو اللي عم يفكر. هالشاب كتير صادق ووفي. بس بتعرفي أنا ما عم بفهم ليش بنتنا حبت هذا جياهو. ما تشيانغ شاب ظريف. لا تعلي صوتك، يمكن تسمع شو عم تحكي. بعدين جياهو شاب منيح وابن عالم وما في منه وبحبها كتير، ومنشان هيك لعد تحكي هالحكي. ايه شو وين لازم خبي المصاري؟ كيفك؟ الحب ما بينشرى بالمصاري، الحب أكبر من هيك. وين بدي حطها؟ ايه هون. بالإذن أستاذ. مع السلامة. جياهو شو عم تكتب ها؟ على فكرة ما عاد في وقت إضافي إلك. أنت واحد غليظ على فكرة. ليك خلينا نروح على النادي. لا ما بدي. لشو ما بدك؟ ها؟ ليش مرتك ما رجعت على بكين؟ لأنه أنا طلبت من بينغ بينغ إجازة اليوم مشانك. بعتذر بس أنا وجينغ ني عم نحكي يومياً، يعني مكالمة فيديو. بدك تروح على النادي ولا لا؟ شو قلت لك أنا؟ ها؟ ليك جياهو بدي اقول لك شغله، انت غشاش غشاش. ليك اسمع بدي اقول لك شغله، اسمعني شوي. لوين رايح؟ ايه ماما. ستمية واربعة وثمانين شخص بثمان دقايق سجلتهم. جينغني. نعم ستوانغ. ليلي شو عملتي لتقيسي التدفق اليومي للناس؟ بصراحة نحن عملنا نقاط قياس بالمداخل الأربعة تبع المول. أنا رايحة أشوف هونيك. ايه تمام. يعطيكم العافية. زوجي أنا حرارتي مرتفعة كتير. عن جد أنا جاي فورا وبأسرع ما فيني. يلا بسرعة ما في انطر أكثر. شو رأيك نجي لعندك بطيارة خاصة؟ ايه أحسن. يلا جاي ركض. آسفة آسفة كتير ستوانغ. لا تقليلي إنه بدك يعني أعطيكي إجازة. إيه بصراحة ستوانغ بدي تعطيني إجازة. لكن بتعطيني سبب مقنع وبعطيكي إجازة فورا. يعني هو السبب محرج شوي. لكن قوليلي شو هو وإلا ما بعطيكي إجازة. هلأ هذا هو السبب؟ مو كافي يعني؟ كافي روحي يلا. شكرا كتير. جينغني استني. إيه انت غيرتي رايك؟ اسمعي لقلك، برايي انكم تحجزوا باوتيل، يعني بيكون مشوار ظريف وبتغيروا جو كمان، وبهي الطريقه بتقضوا اكثر وقت مع بعضكم. ماشي. يا بابا عم اقول لك انه عندي شغل اضافي، ما في ارجع على العشاء، عندي شغل عندي شغل، حاجه تسالني.
لا ما بدي نام بالبيت، يلا خلص باي. مرحبا، عندك غرفة لشخصين؟ بعتذر منك، ما عندنا غير سويت واحد بس. ايه بيمشي الحال. ممكن هويتك الشخصية؟ زياهو؟ حبيبتي، أنا ما تقلي إنك على باب الأوتيل. أنا بعتذر منك، الرحلة التغت بسبب البرق وللأسف أنا ما عاد فيني إجي لعندك. جينجني، عم تسمعيني؟ يعني قولي أي شي. طيب زياهو، فهمني ليش ما أخذت طيارة خاصة؟ آه؟ ليش ما أجيت بأي شي؟ أنت واحد غبي جياهو، عن جد غبي كتير. لك أنت ليش هيك؟ ليش ما فيك تعمل ولا شي ظابط؟ ليش ما بتعرف تتصرف أبداً؟ جينجني، أنت كتير عم تجرحيني بهذا الحكي، شو ذنبي حتى تبهدليني؟ وليش حتى ما بهدلك؟ آه؟ لو كنت قدامي لكنت ضربتك وخلصت من قصصك. طيب شو ذنبي أنا بالشي اللي صار؟ لكن ذنب مين؟ ذنبي أنا مثلاً؟ آه؟ قلت لي رح تجي بطيارة خاصة إذا طلبتك، إجيت شي؟ على فكرة أنا حجزت سويت ب 1800 ليوان، مفكرني متفضية لهيك مبلغ؟ وهلا عم تتصل فيي لتقلي انه التغت الرحله بسبب البرق وما فيك تجي؟ شو اعمل انا؟ قول لشوف شو اعمل؟ بعدين عن جد ما فيك تدبر شي طريقه تجي فيها لعندي على بكين؟ اسمعي، انا بعرف انك معصبه هلا، بس انا كمان معصب مثلك واكثر هلا، لحتى حسيت قديش البعد بيعمل مشكله. انت المشكله، انت هي اكبر مشكله. جينجني، الغلط غلطي وبعترف بهذا الشيء. انا غلطان 1000%، حقك علي. أنا كان لازم إجي لعندك بطيارة خاصة وما أستنى، بس أنا قلت بوفر المصاري إليك. صدقيني جينجني، أنا كتير مشتاق لك وحابب إني شوفك، بس خلاص أنا بوعدك بوعدك إنه بس ارتفع حرارتك المرة الجاية رح إجي فورا. تضرب أنت وعدك، اسمعني، ما عاد في مرة تانية جسمي ما عاد ترتفع حرارته. جينجني، لك شبكي؟ لك أنا بكرهك وبكره الطيارة وبكره البرق وما عاد بدي أشوف خلقتك. ألو، لك ألو، بهالأيام ما في برق، يعني كيف فجأة هيك صار؟ مرحبا، شو هالصدفة الحلوة؟ إيه صحيح، شو عم تعملي هون؟ في صديق كان جاي اليوم بس طيارته التغت وما قدر يلحق يجي. كان جاي من شنغهاي ما هيك؟ ايه صح. وانا كمان التغت طيارتي اللي طالعه على شنغهاي ولازم ضل هون اليوم. على هالحظ. هلا انتي مشغوله شي؟ بصراحه ما عندي اي شي. فينا نقعد ونشرب فنجان قهوه؟ اه طيب. أكيد اليوم بده يصير شي زلزال، ما في تفسير للي عم بيصير عن جد. معناه هو صديق مهم وغالي عليك، حتى أنه وجوده بيعني لك كتير وبيفرحك، وفي جواتك أشواق وحب كبير كمان وانتظار بشغف، صح ما هيك؟ اسمعي مني هاي النصيحة، لا تخلقي عاصفة من السماء الصافية، خلي كل شي يمشي هيك. ليكي، أنا بتقبل كل شي، وبرأيي أنت كمان لازم تتعلمي تتقبلي. ماشي، رح أتعلم. صحيح، أنا هلأ تذكرت شغلة، أنت بالعادة بتسافر بالقطار. أنا عندي فوبيا من الطيران. باخد الطيارة إذا كنت مستعجل أو مضطر. آه. واليوم أنا فرحان كتير، الطيارة التغت وفرحت أكتر لما التقينا مع بعض.
أنا بتذكر لما شفتك بالمطعم المرة الماضية أنت كنتي مع... مع بابا وماما. مع أهلك. هلأ كم مرة التقينا أنا وإنتي؟ هو يمكن شي 5 مرات مع هاي المرة. 5 مرات. ليكي بتعرفي شغلة؟ مرة قريت كتاب بيقول إذا كان في 2 التقوا أكتر من مرة بمحض الصدفة معناها رح يصير علاقة بيناتهم بعد فترة منيحة، يا بيصيروا أعداء يا أما ممكن يكون. شو اسم هالكتاب؟ مبين عليه حلو كتير. مو متذكر العنوان تبعه. بس يلي كاتبه إنجليزي. قريتي كتاب قصة مدينتين؟ بصراحة هلأ اللي بلشت فيه. بلشتي فيه؟ يا أنسة هالحياة أنت اللي اخترتيها فلازم تتقبليها وبكل سعادة. تفضلي اشربي قهوة. يلا خديها. يلا خلصينا اشربيها. خلص روقينا، ما أنا مشكلة كبيرة، قصة عادية وبسيطة. لو تعرفي شو صار معي آخر مرة، كانت أبشع مرة. كنت رايح على بكين، خبروني إنه ما رح أنزل بمطار بكين، قالوا لي بمطار جينان، ومن سوء حظي تسكر مطار بكين لأسباب أمنية، فاضطريت ضل بجينان لليلة الثانية. وحبيبتي وقتها كانت مشتاقة لي واتصلت فيني وتخانقنا وتزعلنا أسبوع. برأيك في أسوأ؟ يعني اللي صار معك أسوأ من اللي صار معي؟ لا ما بظن. مو مهم قديش منواجه مشاكل، بس المهم تضل البسمة مرافقة حياتنا، مو هيك؟ اضحكي يلا لشوف. يلا ضحكة كبيرة ما بتكلفك شي. الضحكة لازم يبين فيها بشكل عام شيء من السنان. ورجيني. مو هيك خوفتيني. ما قلتي لي رح توافقي على المشروع؟ ايه خلينا نبلش فورا، بدي تكونوا قد المسؤولية. ماشي؟ حاضر مدام. اجيتي؟ ايه. شو نتيجة القياسات؟ اليوم هو بيكون آخر يوم. اليوم رح نعرف بأي يوم بيكون عدد الناس هو الأكبر مشان نعمل ترويج للمستحضرات تبعنا. حلو كتير. في شي تاني؟ تفضلي هاي مني إلك. مفكرة إنه فيكي تتجاوزي دورك بالسفرة على شنغهاي بهي الهدية؟ مو هيك القصة أبداً، بس الحقيقة أنه ماما عم تشتغل بمحل أحذية وحبيت جيب لك حذاء قطني يكون مريح. شو أنتي جناتي جينجني؟ العادات عنا مختلفة، ما بصير تهدي حدا حذاء، لما بتهدي حذاء معناته عم تتمني له الموت. شكراً على الهدية، بس رجعي معك. ماما، نحن لازم نشتري شوية هليون لأنه مفيد كتير للصحة أكتر من كل هاي الخضرة. الهليون غليان، النص كيلو حقه هديك الحسبة، سعره بسعر اللحمة، حتى الكرفس سعر الكيلو صار غالي كتير. الخضرة صايرة كتير غالية بهالأيام يا بنتي، بس مضطرين نشتري. في شي هلأ ضل مانو غالي؟ سمعت إنه السكن بالشارع الدائري وصل ل50 و60 ألف. عن جد؟ تعرفي منيح إنه عنا بيت كبير. معك حق. مرحبا، كيفكم؟ حبيبي في شي بدي اقول لك اياه. اتصلت بالست امين وخبرتني انه الشركه وافقت توظف مرتك. السيدي شينغ هو اللي ساعدنا. ليك جياهو، لازم تخليها تجي لهون، احسن اذا عشتوا مع بعض تستقروا بتجيبوا لنا ولد صغير بقى. لا تاكلي هم ستي، رح نجيب لك حفيد وحلو كتير. جيبوه باسرع وقت. اتصل وخبرها باللي صار. جينجني شو قصدك بترجيعة الهدية؟ يعني ما عجبتها؟ احكي لي لشوف. شلون بتعملي هيك؟ ما بتعرفي بالعادات والتقاليد؟ قال إذا هديتي حدا حذاء،
فأنت بتكوني عم تتمني له إنه يموت. لا ما بعرف ليش خليتيني أعطيها لمديرتي. ماما بتعرفي إنه هيك بكون سبيتها مو هديتها؟ بدك تفوتيني بمشاكل ومو عرفانة كيف؟ أنا آسفة آسفة آسفة، أكيد ما بدي أعمل لك مشاكل، سوء تفاهم. هل عن جد هيك العادات هون؟ إيه هيك العادات هون، نفسي أعرف وين كان عقلك، حرشتيني قدام المخلوقة. آسفة، ما كنت بعرف إنه هيك العادات، وأصلاً عقلي ما كان معي، كل الوقت عم فكر بالمئة ألف. جيانغ هو! جيانغ هو! لك خير شبكي، شوفي ليش عم تعيطي هيك؟ اللي شو صار بالمئة ألف؟ أي شوفي أنا رحت على مكتب الشرطة وقالوا لي إنه ما مسكوه لسه، نحنا ما في قدامنا غير نستنى، فهمتي علي؟ والله بس ينمسك هالزلمة رح روح أضربه وكسر رأسه وارجي من هي نيو باي. حبيبتي أنا آسفة آسفة. بنتي على شو عم تعتذر لك؟ ما تذكرني. أهلين جينغني. مدام وانغ ارتاحي. أنتي نجحتي بآخر مهمة ولهيك رح أعطيكي مكافأة. مكافأتك تروحي عشان جهال. وأنا بدي روح. إيه بأحلامك. تعي تعي. ايه شو اشتقت لك حبيبي. وانا كمان. خلاص خلاص. ست وانغ منيحة، هي لحالها عطتني 3 ايام اجازة. ايه كتير منيح الحكي، يوم واحد بس بكفيني انا وانت حتى نجيب ولا. تعي. ياهو. ايه ما في تنزل؟ لا يلا انزلوا خلونا نتعشى. خلينا نتعشى بالاول. لا ما في تنزل. حبيبتي فهمي علي، انا قلبي ضعيف وهالشي بيأثر علي. خلينا نتعشى. مرحبا. مرحبا. عدوا يلا جعنا كتير. شو وينها ستي؟ ماما يلا تعالي استعجلي ستي. اهلا وسهلا جنغني. انا مبسوطه برجعتك وفرحانه فيكي. طبخت لك فروج، دوقي ما اطيبه، مع خل ابيض وبهارات مشكله. يلا دوقي. ريحته بتشهي. اسمعي لقلك، رح اطبخ لك اكلات اطيب من هاي الاكله بكتير. بنتي انتي شماليه والاكل تبعكم طيب، وانا على فكره بحبه كتير. يسلم ايديكي، مبين بشهي. يلا كلي. مرت عمي، حابين نخبرك شيء انا وجياهو. نحن فكرنا وقررنا انه ندفع معكم مشان الاكل. ايه بدكم تدفعوا للاكل؟ ايه طيب مو مشكله ابدا. بس قديش انت عم تدفعي لاهلك؟ نحن كنا بدنا ندفع لهم بس ما رضيوا. ما رضيوا ما هيك؟ معناتها انا كمان ما رح اقبل تدفعوا لي اي شيء، لانه اذا رضيت تدفعوا لي للاكل وعرفوا أهلك بهالشي هاد رح يفكروني عم بستغلكن يا بنتي. وإذا رح أقبل إنكن تدفعوا للأكل فهذا الشي لسبب مهم، وهو إنكن تحسوا بقيمة النعمة وإنه المصاري مو بسهولة بتجي. والمصاري يلي رح تدفعوها أنا رح أحتفظ فيها مشانكن، وهيك بتضل معكن لبعدين. بصراحة مرت عمي عندها نظرة بعيدة. إيه صح، أمي عندها بعد نظر. مانلي أهلا ما عم يحاسبوا بنتن على الأكل؟ ما بظن إنه لازم تاخدي منهم. لا ما بيصير يا ستي، نحنا لازم ندفع للأكل، هالشي واجب. صح هذا مزبوط؟ واجب علينا أمي. خلص خلص بقى، أمي عم تقول ما أخذ مصاري معناتها ما رح أخذ. طيب شكرا إليك ستي. أعطيني أعطيني شو هاتي لألك هاتي. عن جد كتير طيبة. صحة وهنا. أمي. نعم. هلأ بصراحة في شي تاني أنا حابب إني قلك عليه. شو هذا الشي؟ فينا نروح أنا وجينغ ني بعد العشاء اليوم المساء مشوار صغير نتسلى ونغير جو. بسرعة كله قبل ما يبرد الأكل. يلا ماما دوقي الشوربة. يلا كملوا أكلكم.
تشارج ياهو موبايلك عميرن. أمك اللي عم تتصل فيك. ما بيصير رد، هي أمك. ردي عليها أنت. طيب ماشي. ألو؟ أهلين؟ جياهو عم يجيب أغراض. ما بدي أحكي معه، بدي أحكي معك أنت. ليش؟ شوفي، تفضلي قولي. حبيبتي، أنت هلأ فاضية لحتى تسمعيني؟ إيه أكيد، تفضلي. حبيبتي، أنا بعرف إنكم هلأ قاعدين بالأوتيل. وطبعاً عادي، لأنه جو بالأوتيل أحسن من جو البيت إله وإلك، متفهمة هالشي. بس بدي قلك على قواعد الأوتيلات يلي عنا، لأنه قواعد الأوتيلات بشنغهاي مو مثل قواعد الأوتيلات ببكين. هون القوانين صارمة، ولهيك بدي أسألك، أنت أخذتي معك شهادة الزواج تبعك؟ إذا ما أخذتيها يمكن تصير مصيبة، يعني يمكن يجي الحرس تبع الأوتيل والشرطة ويقولوا لكم يلا لشوف رجونا شهادة الزواج تبعكم. إذا ما أخذتيها بأخذ لك إياها بصراحة، إذا ما كانت معكم وقتها رح تنحرجي كتير يا بنتي. جبنا هوياتنا معنا يا مرت عمي، ما تشغلي بالك. إيه منيح. وبدي نبهك على شغلة، ما تستخدمي تياب النوم أو ورق الحمام تبع الأوتيل، لأنهم منضاف وممكن إنه تمرضوا. إيه شكراً إليك. وليكي بنتي، أنت من لما صرتي مرته لجياهو أنا ما تدخلت فيكي، ولا حتى طلبت منك أي شيء أو قلقت راحتكن وقت تكونوا سوا. صح، بس هلأ لازم إلك شيء مهم كتير. ابني جياهو لازم يغير كنسته وجراباته كل يوم الصبح. ما لازم الزلمة يلبس نفس الكنزة والجرابات ليومين ورا بعض، ماشي؟ لأنه العالم بيضحكوا عليه، والعالم بتفكروا إنه بلا أدب وأخلاق، وأكيد هنن ما رح يحكوا عليك ويقولوا إنه أنت سبب. بس أكيد رح يقولوا إنه أمه ما ربته منيح وما علمته يغير تيابه الصبح. فيكي تقليلي أنتو بأنو أوتيل مشان جبلوا جرابات وكنزة؟ يعني مو معقول تخليه يرجع البيت ويتركك لحالك هونيك بس كرمال يجيبهم. لا شكراً، لا تجي أنتي، نحن رح نجي على البيت. إجا الزومبي لحتى يأكل البنوتة الصغيرة، إجا الزومبي لحتى يأكل البنوتة الحلوة، إجا الزومبي لحتى يأكلك. بعد البس بدنا نروح. لك استني استني، شو نلبس؟ شو صار لك فجأة؟ احكي لي شبك هلا؟ ليش صرتي بدك ترجعي على البيت؟ اسمع لقلك جياهو، أنا عندي شعور إنه إذا ضلينا ونمنا اليوم بالأوتيل أمك ما رح تعطيني وش لمدة شهرين، فهمت؟ ليش يعني؟ لك احكي لي شبك، مو معقول بعد ما وصلنا لهون ترجعينا على البيت. لك اسمعيني شوي، وينك؟ وينك؟ صباح الخير. مرتك اليوم كتير نشيطة، راحت على السوق مع ستة من الصبح. وأنا عم أقول ليش ما أنا مبينة؟ جياهو، هي عملت الشيء الصح، لأنه المرأة لازم تتعلم كيف تتسوق لتتحمل المسؤولية. أمي، ليكي جينجني جاي يومين وانتي لازم تعامليها بطريقة منيحة أكتر. انت شو قصدك؟ انه انا مو منيحة معه؟ ماما، انتي مبارح بالليل اتصلتي فيها وسمعتيها حكي كتير، ولهيك راحت ليلتنا على الفاضي. ايه وين المشكلة؟ اصلا انا ما فهمت ليش اخدتها ورحتوا، ليش لا تطلعوا لبرا وتصرفوا مصاري؟ خلص. ما خلصت حكي معك، تعال هون. حكيت مع مرتك مشان الجاية والشغل بشنغهاي ولا مو ناوي تحكيها؟ بصراحة أنا فيني اتناقش معها بس ما فيني اجبرها على أي شيء. أمي، ما فيك تجبرها؟ إذا ما جبرتها تجي على شنغهاي ساعتها رح تجبرك تروح على بكين. ابني جياهو، مرتك كتير ظريفة. ماني تعرفي
جنجني شاطر من وصلي. اشتريت كيلو البندورة بليوان ونحن كنا نشتري باثنين. هاتي عنك. والبيض جبناه بخمس ليوان وهو حقه ستة. مو معقولة شو شاطرة هالبنت. جنجني عن جد برافو عليك. إذا كانت المرة شاطرة بالمفاصلة معناتها بتكون شاطرة بكل شيء. أمانة قصة صعبة. يلا روحي افطري وغيري ثيابك فورا لأنه رح نطلع بعد شوي أنا وإنتي. آه لوين رايحين؟ بس نطلع بتعرفي. Trail.